كابتن سلاوي، ورأي حضرتك هل تتفق مع كابتن عليا ان كل فريق له اهدافه، وقد تكون اهداف يعني او دوافع جيده ان احنا نشوف مباراه النهارده؟ اه ان شاء الله هنشوف مباراه كويسه والدوافع موجوده وكل حاجه، لان نادي سبورتنج من الانديه العريقه في مجال كره السله للسيدات، وطول عمره عنده ذخيره من في المنتخب من ولاد نادي سبورتنج، وكذلك النادي الاهلي بالصفقات اللي حصلت الموسم ده، وهو متسيد بقى له كذا موسم البطولات. فاعتقد ان كل فرقه وكل مدير فني ليها اهداف في ده، فاعتقد ان سبورتنج من اهدافه انه يعمل مباراه جيده حتى ينال اعجاب جمهور كرة السلة حتى لو خسر، وأهداف النادي الأهلي إن هو ما يخسرش، وإن إنه يعني ما ينفعش البطولة تخلص بخسارة، ويأكد استحقاقه ويأكد استحقاقه. دي المرة الخامسة التوالي بتهيألي، صح كابتن؟ المرة الخامسة يعني خمسة للنادي الأهلي على التوالي اللي بيحصل على البطولة دي. على التوالي، والأهلي طول عمره البطولة دي قريبة ليه، وهو أقرب الأندية لإحرازها. نتيجة لوجود مرتبط جيد، فاحنا طبعا مش عايزين ننسى دور المرتبط، وننسى دور خالد الكابتن خالد عياد في تجهيز المرتبط، وان هو المرتبط عامل ادى دافع معنوي للفريق الكبير.